علشان تقديم الحفلة، بس احنا عندنا شرط. شرطك ألف شنو؟ أنا أقول لكم شنو؟ تاريخ العيد الوطني، وتاريخ عيد التحرير، وتاريخ عيد الاستقلال. يعني ورانا الحين وايد شغال. الله يعيننا. تعرفين اول شيء الملابس، انا اللي بفصلهم. تذاكر السفر، انا اللي بقصها. لكن عاد سمعيني زين، تذكرة المخرجة لازم تكون الدرجة الاولى. بعد لا تنسي تذاكر مساعدة المخرجة الكبيرة. ام فيصل بفكر في موضوع السفر الحين. حبيبي لحظة ماما. يمه مستانس يمه؟ ايه. عشان بتروح لندن؟ ايه مستانس. ودلت حق ربعي كلهم وكلهم راح يجون ويانا. كلهم بروح لندن، كلهم بيجون ويانا. وبعدين؟ حتى اعطوني فلوس السفر. شو فلوسه؟ ماما فلوس التذاكر خالتي. هيا نروح ببلاش. يا عدل عدل عدل. يلا كان عدل فلوس. واحد واثنان الولد في البستان.